بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. اللهم خلقنا وأدبنا بخلق وأدب رسول الله، اللهم أمين. تكلمت مع حضراتكم امبارح عن الحلم، وقلت إن الحلم ربنا بيحبه، وصف به نفسه في القرآن، فالله هو الحليم، ووصف به أنبياءه في القرآن، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان من صفاته الحلم. ورحم الله الإمام الشافعي إذ يقول عن الحلم: يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. كل ما السفيه يزداد جهل عليك انت ازداد حلم عليه. ولنا في سيدنا رسول الله الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم. ورد في الحديث ان واحد من أحبار اليهود اسمه زيد بن سعنة. زيد بن سعنة ده قرأ عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، فوجد كل الصفات موجودة فيه إلا صفتين اتنين: أن حلمه يسبق جهله، وأنه لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عليه مبلغ من المال لزيد بن سعنة، فجاء زيد بن سعنة حبر اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في جماعة من أصحابه في جنازة. فوقف زيد بن سعنة وقال: يا محمد، أما آن أن ترد لي ما لي عندك من مال؟ لقد علمتكم بني عبد المطلب قوم مطل، وإن لي بمخالطتكم علم. شوف بقى يعني سوء الحديث وسوء الأدب في الحديث مع النبي. قول له: يا محمد، مش هتجيب لي مال اللي عندك؟ ده انتوا بني عبد المطلب قوم مطل، بتماطلوا في سداد الدين، وأنا عارفكم كويس. سيدنا عمر بن الخطاب إذ بعيناه تدوران كالفك المستدير، عايز يقتل زيد بن سعنة، أمسك به وقال: ويحك ويحك، أتقول هذا لرسول الله؟ إذن لي يا رسول الله أن أضرب عنقه. شوفوا سيدنا النبي بقى الرحمة المهداة اللي بيعلمنا إزاي يكون الحلم والأناه والرأفة حتى مع الجاهل، وأعرض عن الجاهلين، حتى إن الإنسان اللي بيزداد قبح وإساءة عليك أنت تحسن إليه. شوف سيدنا النبي قال له إيه: يا عمر، ما أحوجني أنا وهو إلى ما هو أفضل من ذلك، أن تأمره بحسن الطلب وأن تأمرني بحسن الأداء. الله على الأدب النبوي، الله على الأدب المحمدي والجمال بتاع سيدنا النبي. يا عمر، خذه وأعطه ما له، اديله المال بتاعه الدين اللي له عندنا، أعطيه له، وزده 20 صاعا من تمر جزاء ما رعته. انت خوفته يا عمر وقلت هقتله، يا عمر اديله الدين بتاعه وزوده 20 صاع من تمر. فمشي سيدنا عمر، لازم ينفذ كلام النبي، فمشي مع زيد بن سعنة. قال له: يا زيد، انا هديلك اللي انت عايزه وهزيدك زي ما النبي قال 20 صاع من تمر، لكن يا زيد قل لي ما الذي حملك على هذا؟ ليه يا زيد انت بتعمل كده مع النبي؟ قال: يا عمر، ما من صفة قرأتها في التوراة إلا ووجدتها في محمد، إلا صفتين اتنين: أن حلمه يسبق جهله، وأنه لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. أما الآن فقد وجدتهما فيه، أشهدك يا عمر أني أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله حقا. شوف بالأخلاق المحمدية، قلت لكم في بداية الحديث عن برنامجنا الحياة أخلاق أننا لسنا في أزمة أرزاق، الأزمة الحقيقية هي أزمة الأخلاق. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانا. الإحسان بيستعبد قلوب الناس، وخالق الناس بخلق حسن. شوف سيدنا النبي كان ممكن يقول له: يا زيد مالكش عندنا دين، كان ممكن يقول له: يا عمر اضرب عنقه يا عمر، لكن الرحمة المهداة الأدب النبوي يتجلى في أروع صوره وفي أبهى معانيه، يقول له: يا عمر أمرني إن أنا أؤدي له ما له عندنا. وقول له: يا عمر يطلب بأدب، اديله ماله يا عمر وزده 20 صاعا من تمر، جزاء إن أنت خوفته منك يا عمر.
شوف رحمة سيدنا النبي فيعطيه سيدنا عمر، وهنا يعترف زيد بن سعنة الحبري اليهودي إن الصفتين دول موجودين في التوراة من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. الحلم، الحلم يحبه الله سبحانه وتعالى، عايز تضع نصب عينيك، من عصى الله فيك فاتق الله فيه، اللي عاملك بالسوء عامله أنت بالحسنى، وتأسى برسول الله تفز وتسعد في الدنيا والآخرة. معانا نماذج أخرى من الحلم هناخدها في الحلقة القادمة إن شاء الله، ربنا يخلقنا وإياكم بهذا الخلق العظيم، اللهم آمين. فاصل وهرجع لحضراتكم تاني، صلوا على الحبيب.